شات معاه وجلسات معاه وكل شيء، طرا داك الشيء اللي طرا. السيد ولدنا وحبيبنا، خاصنا حنا كلنا نوقفوا معاه، اوكي. وهذا نداء للدوله المغربيه، الدوك الفرنسيين اللي تيدخلوا للمغرب بلا لاكارت ناسيونال اكسباير، ماشي باسبور، لاكارت ناسيونال، بطاقه ديال الوطنيه ديال فرنسا واكسباير، ها ما بقاتش في الصلاحيه ديالها، وكيدخلوا للمغرب، ها وكيدخلوا يديروا يفسدوا ويديروا اللي بغاو، اوكي. هذا نداء للسلطات المغربيه والشرطه المغربيه، الا كنتو رجاله نهارك هبشي فرنساوي خشموا في الحبس واعطوا لهم العقوبات اللي خصها تكون، اوكي. هذا هو النداء ديالي اللي غنقول. وعاش سعد المجرد، وحنا كاملين كنموتوا عليه، وكنا امه واحده مع السيد اللي رفع الدرابو ديال المغرب للسماوات، السيد اللي حقق ارقام قياسيه في الغناء والفن والابداع في العالم كامل، اللي عقد المصريين واللبنانيين وعقد العالم كامل. وأستلبست باي باي وتبا للفرنسا. محكمة جنايات باريس أصدرت حكمها في حق النجم المغربي سعد المجرد، السجن لست سنوات واعتقاله على الفور بعد مداولات دامت لسبع ساعات. التهمة اغتصاب شابة فرنسية في غرفة فندق بباريس. أطوار القضية تعود لأكتوبر 2016. النيابة العامة أعطت مهلة 10 أيام فقط لاستئناف الحكم. لقاؤهما كان بملهى ليل في باريس. اعترافات سعد تطابقت مع أقوال لورا. الاثنان اعترفا بتعاطيهما الكوكايين والكحول ليلتها قبل الذهاب إلى غرفة بفندق. رقص وقبلات وأحضان. سعد اعترف بتبادلهم على الأورا الإعجاب. أمسك أحدنا بيد الآخر وامتدحت لجمالها. تعانقنا ولم يكن عناق أصدقاء. كان أحدنا معجبا بالآخر. لم يكن الأمر جسديا فحسب، بل أحببت شخصيتها رغم أننا لم نتحدث سوى ساعتين. قبلتني وقالت لي أنها لم تستطع تقبيلي أمام الجميع. اعتبرت حديثها إشارة لي. سعد ولورا اختلفا في هذه الأقوال. رقصنا وقبلنا بعضنا البعض، وفجأة ضربني على رأسي، أمرني بخلع قميصي ولم أقوى على كبح جماحيها. لكمني ثم اغتصبني، قمت بعضه أسفل ظهره قبل أن أغادر الغرفة واضعة حدا لهذا الكابوس. وقال سعد: كنا نخلع ملابسنا حينما شعرت بخدش مؤلم جدا على ظهري، فعلت شيئا ندمت عليه، دفعتها على وجهها بوحشية. أنا سعد المجرد لم أمارس الجنس إطلاقا مع الأورا بأي طريقة. ليلة حمراء ستقلب حياته رأسا على عقب. ردود الفعل توالت. الإعلامي مصطفى الآغا قال: سعد المجرد دخل بيتي ووسط عائلتي، وما كنت لأدخله لو شككت لحظة واحدة أنه ليس أهلا لذلك. مهما كان حجم ما ترونه خطأ، فهناك رب غفور عليم. حاتم عمور عبر عن حزنه بعد الحكم. عدة صور جمعته بسعد أعاد نشرها على حائط الانستغرام. لطيفة رأفت تفاعلت مع ما حدث. قلبي مع أخي البشير عبدو وأختي للا نزهر جراجي، دون أن أنسى غيثة ونعم الزوجة وكل محبي سعد ومؤازريه. البعض أيد الحكم ووصف سعد بالمغتصب، مؤثرة مغربية من أصول فرنسية تدعى صوفيا بالكامل. تعليقاتها كانت مختلفة وعبرت عن مدى سعادتها بالحكم.